ولما بتنزلي لتحت رح تلاقي غرفة نوم، في باب على ايدك اليمين تفتحيه وبتفوتي. من الشباك بتصيري بالبحر. هدول اغراض اللي وصيتنا عليهم. يسلموا ايديك. يلا. لوين خليك؟ بفضل اترك مع ضيوفك. ما صار عندك فضول تتعرف عليهم؟ بتسائل مرة تانية. معقول هيك؟ يعني تعبت معي وساعدتني وهلا تجي تفل؟ انت اللي ساعدتني وتعبت معي، وبعد بالايام اللي جايه رح تتعب اكثر. هيدا كله لانه علمتك الصيد؟ يعني اللي بيسمعك عم تحكي بفكرني خلصتك من الغرق مثلا. ما تقلل من قيمه حالك، لانه يمكن لهلا في كثير عالم ساعدتهم ومنك عارف. مش ناقص تقول لي غير اني خلصت شحورية بحر كمان. ما حدا بيعرف، يمكن تصير.